مرحبا بكم. عشية التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان وفق ما أعلنت عنه قوى الحرية والتغيير بناء على ما اتفقت عليه الأطراف المدنية والعسكرية، السودان ينتظر ما يعقب ذلك مباشرة من مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة. ما فرص نجاح الاتفاق في إنهاء التشنج السياسي في السودان؟ وما أبرز التحديات التي يواجهها التوافق السوداني؟ وأي دور للجيش في مستقبل الحياة السياسية في السودان؟ أعلن طرف الأزمة في السودان المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد ينتظر توقيعه رسميا غدا الاثنين. وأكد حزب الحرية والتغيير المجلس المركزي في بيان له أن الاتفاق على هذا الموعد جاء بعد اجتماع عقد الجمعة ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان تجلوا بحضور دولي. على أعتاب اتفاق جديد يقف طرف الأزمة السياسية في السودان، حيث تشد الأنظار إلى اتفاق بين الأطراف السودانية المدنية والعسكرية مرتقب توقيعه الاثنين القادم، ويؤسس لسلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تسيير البلاد وتسهر على تنفيذ مطالب السودانيين التي رفعوها في ثورة ديسمبر وبحضور محلي ودولي وفق بيان للمجلس العسكري الانتقالي في البلاد. قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي أكدت من جانبها على أن التوقيع سيمكن من إنهاء أزمة البلاد، داعية في الوقت ذاته كل قوى الثورة لتوحيد وترتيب الصفوف والعمل بشكل تكاملي لإنجاح المسعى والتأسيس لانتقال مدني ديمقراطي مستدام ينهي عقودا من الاستبداد السياسي ويرفع المعاناة عن السودانيين. اتفاق جاء بعد اجتماع الجمعة ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي بما فيها الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي، وكذا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دوغلو. ويعقب توقيع الاتفاق مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي قبل إنشاء مؤسسات السلطة الانتقالية خلال أسابيع. ويتأسس الاتفاق على مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، والذي يرسم تصورا لمشروع يحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية في السودان. اتفاق وشيك بين الفرقاء في السودان، هل ينهي الأزمة السياسية؟ لمناقشة الموضوع معنا من الخرطوم الدكتور راشد محمد علي الشيخ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرحبا أهلا وسهلا بك. ومن لندن يلتحق بنا الصحفي والكاتب السوداني خالد الإعيسر عبر الهاتف، أهلا وسهلا بك. عليكم السلام، مرحبا. مرحبا، دعنا نبدأ معك دكتور راشد. من المنتظر أن يتم التوقيع الاثنين على اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، هل نحن أمام خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء الأزمة البلاد دكتور راشد؟
يبدو أن الدكتور راشد ليس معنا بعد. الدكتور أو الأستاذ خالد العيسر، السؤال موجه لك، نفس السؤال. تحية لك ولمشاهديكم الكرام ولكل الإخوة في الجزائر. بدءا هذه الخطوة هي خطوة شبه تكرار لمراحل سابقة، وكأنما القوى الحاكمة في السودان سلطة الأمر الواقع تريد أن تنفذ ذات السياسات التي مارستها مرارا وتكرارا، هذا في مقابل الشق العسكري، وأيضا قوى إعلان الحرية والتغيير هي وكأنما تريد أن تعيد التاريخ من جديد بخلق وصيغة تشاركية جديدة على نهج ما تم في أغسطس 2019 عندما وقعت الوصيغة الدستورية الشائهة آنذاك، وهي التي انتهت إلى كل هذا الانسداد في الأفق. الآن جاءوا باتفاق سياسي جديد ترفض كل القوى السياسية الحية إلا مجموعات ممثلة في أشخاص، حتى المؤتمر الشعبي أحد الموقعين على هذه الوثيقة قاعدته ربما تكاد بنسبة 99% ترفض هذا الاتفاق، وإنما هناك شخص واحد مفوض من الأمين العام الذي هو في داخل السجن سيوقع نيابة عن المؤتمر الشعبي، بينما القواعد والأصل في الحزب يرفض هذا الأمر. وكذلك الحال مع طائفة أنصار السنة، هناك أشكال ديكورية تم ترتيبها لوضع حل للأزمة السودانية، حتى الحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يرددون اسمه هو لم يوقع كمكون، وإنما يوقع ممثلا في فرد أو فردين أو شخصين. فهذه مغاربة سياسية مختلة، الواقع السياسي كله رافضة، حركات الكفاح المسلح ناهيك عن تلك التي لم توقع اتفاقية السلام، نحن نتحدث هنا عن حركات الكفاح المسلح التي وقعت اتفاقية السلام والتي الآن تشغل مناصب دستورية في الدولة وفق ما تمت عليه اتفاقية جوبا، هي أيضا خارج المعادلة السياسية. هناك القوى الحية الحقيقية لجان المقاومة المستغلة وليست المستغلة، هي أخرجت بيانات وعبرت عن رفضها الشامل لهذا الاتفاق. هناك المكونات اليسارية ممثلة في الحزب الشيوعي، قوى التغيير الجذري، حزب البحث العربي الاشتراكي، هذا في أقصى اليسار. هناك في أقصى اليمين التيار الإسلامي ومكونات قوى نضال السودان والطرق الصوفية ورجال القبائل. هناك في الوسط أيضا المجموعات الحزبية الوسطية، أحزاب الأمة المختلفة، مبارك الفاضل المهدي وآخرين، أحزاب أخرى تتبع للأمة. هناك الحزاب الاتحاد الديمقراطي. هذه عملية سياسية فاشلة مع لحظة التوقيع ستعلن عن فشلها ونهايتها بكل تأكيد، لن يكتب لها النجاح لأنها تعاملت مع الملف السياسي والواقع الشائك، لا بل أزيدك من الكأس جرعة أخرى. نعم. هناك شرق السودان ممثلا في الناظر محمد الأمين تريك الذي صرح بالأمس على مرأة ومسمع الجميع أنه يرفض هذا الاتفاق، وإن تم فرض الأمر الواقع لديهم سياسات سيتخذونها. نعم. وهذا يعني بصورة مباشرة إغلاق الشرق. هذا الاتفاق الذي تم وسيتم توقيعه هو صياعة خارجية لا علاقة له بالواقع السوداني السياسي، ولن يؤتي أكله لا علاقة له بالواقع السوداني. دعني أنقل الفكرة للدكتور راشد محمد علي الشيخ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بك من جديد. الأطراف السودانية اتفقت على أن يتم توقيع على اتفاق الإطاري غدا الاثنين بحضور واسع محلي ودولي، هل هذا الحضور الهام المرتقب يعبر عن مرحلة جديدة تستشرفها البلاد، أم أنه لا يعبر عن الواقع كما قال السيد خالد الإعيسر؟ نعم، مرحبا، مساء الخير، تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الأعزاء. مساء النور. بداية يعني التوقيع هو عبارة عن ثمرة لبعض التعاملات بين الجانبين، المجموعة العسكرية ومجموعة الحرية والتغيير المجلس المركزي، وأضيف لهم مؤخرا المجموعة الداعمة للانتقال. كل ذلك تم طبعا برعاية الآلية الرباعية وللتمييز ما بين الآلية الثلاثية والآلية الرباعية. يمكن أن نذكر أن الآلية الثلاثية تتكون من بعثة اليونيتامس التابعة للأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأفريقي والإيجاد. أما الآلية الرباعية هي الدول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإمارات والسعودية. وصلت الآلية الثلاثية إلى طريق يعني ظهرت من خلاله أنه تحتاج الحالة السودانية
لتحقيق الترابط ما بين المصالح المشتركة لمجموعات التغيير في السودان التي أصابها الانشقاق العمودي، ولم يعني تفلح في الجهود أن تصيب الهدف الرئيسي من عملية المفاوضات وهو إيثار المصالح. مباشرة تحركت الآلية الرباعية بمجموعة السفراء المعتمدين لدى الخرطوم، وأصبحت تتعامل مع مصالحها من منطق النطاق الجغرافي والبيئة الحيوية بالنسبة للسودان وما يليه لهم يعني في المنطقة، وبالتالي تحركت يعني لحصد نقاط رئيسية متعلقة باستتباب الأمن في المجال الإقليمي والبيئة الحيوية التي تتحرك فيها هذه الدول ولتبعات المصالح التي يعني يفترض أن تتعامى في مستقبل الأيام. يترافق مع كل ذلك أنه التشكيل القائم الآن في السودان حجب الانشقاقات التي ضربت قوى الثورة، تباعدت فيما بينها المسافات وأصبحت المسائل يعني في عسرة من إيجاد القاسم المشترك الأعظم أو الأكبر فيما يلي التعامل مع مفهوم النظام السياسي في السودان. يترافق مع كل ذلك أنه تفكير الدولة طبعا في اتجاه الانهيار الاقتصادي أكثر بكثير جدا من واقع الاستقرار يعني، فبالتالي تدخلت هذه المجموعات الأربعة التي يعني ترتبط بالآلية الرباعية في سبيل تحقيق المصالح التي يعني تخص هذه الدول باتجاه السودان حتى تستطيع إظهار مصالح المجموعات الفلانية فيما بعد، أي فيما بعد استقرار الحالة السياسية. نعم، ابقى معنا على ذكر، عفوا المقاطعة، على ذكر الآلية الثلاثية والآلية الرباعية. دعني أتوجه إلى السيد خالد العيسر، طيف شعبي يرى أن هناك، أو سوداني، أن هناك تدخلا في شؤون الداخلية للبلاد من قبل ما تسميه السفارات، هل سيرفض هذا الاتفاق برأيك بدعوى التدخل الأجنبي الكبير، إذا ما تحدثنا أن هذا التدخل يعتبر في إطار المساعدة على الوصول إلى حل؟ وربما فاد على المجتمع الدولي وهذه السفارات التي تعوس فسادا في أرض السودان أن تاريخ الشعب السوداني عبر السنوات الطويلة، يعني ولا أتحدث عن تاريخ قصير، هو بطبعه جينيتيكلي بالفطرة يكره التدخلات الدولية، وكان سباغا بعد في أفريقيا من الدول الأولى ربما الأوائل التي رفعت علم استغلالها من سيطرة الغرب على موارده ومقدراتها، وقدمت في سبيل ذلك أيضا الآلاف من الشهداء بل مئات الألوف من الشهداء، وهذا الأمر استمر حتى مقاومة نظام الإنغاز الذي سقط في 19 أبريل في 11 أبريل 2019. ولكن هؤلاء لا يدركون طبيعة المشهد السوداني، هؤلاء يسبحون بحمد أجنداتهم ورغباتهم في نهب موارد السودان، ونعلم أن السودان للمتابع الاقتصادي خلال هذه الثلاث أعوام التي انقضت أهدرت موارد بشكل مريع ومخيف، تهربت عبر الحدود كل يعني غالب موارد في الثروة الحيوانية والانتاج الزراعي والمقدرات المعدنية، وهذه الفوضى التي ضربت أرض البلاد هي من مصلحة نخبة محددة يعني أثرت ويعني جمعت أموال طائلة من خلال هذه الفوضى التي تضرب بأطنابها في أرض المشهد السوداني، وهؤلاء هم أدوات لتنفيذ هذا المخطط اللئيم. وبالتالي أنا أستطيع أن أؤكد لك اليوم ونحن على تخوم توقيع هذا الاتفاق أن هذا الاتفاق فاشل وأنه سيسقط، وأن الشعب السوداني قادر أن يعيد المياه إلى مجاريها وأن يسقط كل من وقع وأمسك بقلمه لكي يضع يده في هذه الوثيقة التي تلغي كل الفكر السوداني. نعم سيد خالد العيسر، في هذه النقطة بالذات الذين يعارضون هذا الاتفاق، ما هي درجة تأثيرهم وفي أي ناحية يستطيعون التأثير؟ ربما السؤال الموضوعي، الذين سيوقعون هذا الاتفاق ما مدى تأثيرهم في الأرض؟ هؤلاء لا يملكون أي قاعدة، لا يستطيعوا الآن البرهان ولا حميتي ولا قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي تحديدا أن تسير موكب من 100 شخص فقط في الخرطوم. أنا أستطيع أن أقول لك ذلك بملء الفم، ما لم يكونوا أتباع لهذه الأحزاب، وحتى في داخل منظومة هذه الأحزاب الذين يؤيدون هذا الاتفاق هم النخبة الصفوية العليا في هذه الأحزاب، لأنها استفادت من مكاسب التي تحققت بعد سقوط نظام البشير وسيطرتها عبر لجان التمكين على موارد ومقدرات الأمة السودانية. ولكن السواد الأعظم من أنصار هذه الأحزاب الوطنية، وأنا لا أجرمهم، هذا حزب الأمة كمثال حزب تاريخي له نضال وله تاريخ طويل، ولكن داخل هذا الحزب هناك انشقاقات كبيرة جدا ربما
ستفصح عنها الايام المقبله. هذا الحزب لا ليس كله على قلب رجل واحد في هذه المعادله، وسمعنا بالامس ان هناك سجال عنيف دار داخل دار حزب الامه نفسه. لا استطيع ان اؤكد او انفي، ولكن هذا يعبر عن مدى قدره هؤلاء. اما الطرف الذي يعارض هذا الاتفاق فهم السواد الاعظم من ابناء السودان كما ذكرت لك سابقا، ابدا من اقصى اليسار الى اقصى اليمين مرورا بالوسط، جميعهم لديهم قواعد بالملايين. هؤلاء يرفضون هذا الاتفاق وسيسقط هذا الاتفاق، والايام بيننا ان شاء الله. دعنا نعود الى الدكتور راشد محمد علي. الشيخ، اذا ما عدنا الى الاجتماع الذي اسفر عن الاتفاق على تحديد تاريخ للتوقيع والمحدد بالاثنين، بدوره جاء بحضور دولي واقليمي بقياده الاليه الثلاثيه وسفراء المجموعه الرباعيه والتروكيا والاتحاد الاوروبي، كيف يمكن لهذا الزخم الدولي أن يسهم في الوصول إلى المبتغى عكس ما يقوله السيد خالد العيسر الذي قال أن الاتفاق سيفشل؟ نعم، يعني من الواضح جدا أن الحالة المتعلقة بمجال التفاوض في الأزمة السياسية السودانية في الحكم الانتقالي قائمة على انهيار الثقة ما بين مكونات التغيير وتباعد المسافات فيما بينها. ولعله لفترة طويلة جدا من الزمن حاولت الآلية الثلاثية الجمع بين شركاء التغيير وفشلت في ذلك مرارا وتكرارا، وازدادت الهوة اتساعا، وأصبحت المسألة متعلقة بمجال الأمن الإقليمي الممتد لمجموعة الدول المحورية التي يعني تسعى لأن تكون موجودة بكفاءة وبفاعلية عالية مع تأمين بيئتها في المصالح الحيوية، وبالتالي تدخلت يعني بهذا الشكل وأفرزت هذا الواقع الذي يعني تظهر فيه درجة من التشابكات والتعقيدات المتعلقة بمدى إمكانية التعامل مع موقف السياسي الظرف القائم الآن، وهو الحالة المرتبطة باللا دولة ومؤسسات فاترة غير قادرة على أن يعني تجد أدنى حد من الترابط والتماسك فيما بينها. يترافق مع كل ذلك أنه هي تعاملت بفكرة الأمر القائم من حيث الحكومة المسيطرة عليها القوى العسكرية، وأيضا الجانب الآخر المتعلق بالمعارضة السياسية للنظام الموجود الآن، وبالتالي سعت في الجمع فيما بينهم، وأوضحت أنه هنالك متسع من المجال يمكن استصحاب الآخرين، ولكن بطبيعة التكوينات التي يعني تتشكل منها الساحة السياسية في السودان هنالك فوارق كبيرة جدا متعلقة بقراءة الواقع الظرفي لمسألة إدارة الانتقال في السودان، وهو ما يعرف أيضا يعني بمسألة الابتعاد يعني عن المناطق الخطرة في التعامل السياسي. هذه المناطق الخطرة قادت إلى أن تكون المجموعات السياسية غير قادرة على إيجاد الحد الأدنى من التوافق وممارسة إدارة العملية السياسية داخل دولاب الدولة دون حالة الصراع، فبالتالي أخذت مكتسبات الصراع إلى داخل الدولة وأفرزت هذا الشكل من التعامل. طيب أشكرك، عفوا على المقاطعة دكتور راشد محمد علي الشيخ، نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من الخرطوم، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. نتوجه بسؤال آخر للسيد خالد العيسر، إذا ما سلمنا بنجاح الخطوة، هل السلطة المدنية التي ستقود المرحلة المقبلة قادرة على إدارة هذه المرحلة؟ بالنظر للواقع القريب وليس البعيد، عندما جاءت هذه السلطة التي تسمي نفسها هو الحرية والتغيير لتحكم السودان بوثيقة دستورية في عام 2019، كانت هو الثورة كلها موحدة في جسم واحد، حتى الذين يناوئون الآن من لجان المقاومة والتغيير الجذري والحزب الشيوعي وحزب البعث وحركات الكفاح المسلح كانت ضمن هذه المظلة، هؤلاء خرجوا من هذه المظلة. ضف إلى ذلك كل الذين يصارعون النظام القديم من القوى في اليمين الإسلاميين وما إلى ذلك من تسميات مختلفة. الذي سوق لهذه الاتفاقية هو المجتمع الدولي باعتبار أنه سيضخ بعض الأموال، ولكن السؤال البديهي ماذا ضخ المجتمع الدولي بعد أن كان حمدوك هو الابن المدلل للمجتمع الدولي في الفترة السابقة؟ بل عندما رفع العقوبات على السودان
اتخذ اتوات وحاسب السودان بمبلغ 335 مليون دولار في مقابل رفع العقوبات هذه الإدارة الأمريكية. بالنظر إلى القدرات الاقتصادية التي يمكن أن يضخها المجتمع الدولي، علينا أن ننظر إلى دول مثل العراق، إلى دول مثل سوريا، إلى دول مثل ليبيا. هذه دول غنية وثرية تملك مليارات الدولارات، ولكن عجزت في إيجاد معادلة سياسية توافقية طالما أن الأمر السياسي داخل منظومة هذه الدول متشظي. الحال في السودان أشد مضادة مما يمكن أن يوصف. عشرات الحركات المسلحة والخلافات السياسية، هذا مجرد زر للرماد في العيون. والطامة الكبرى أن الذين سوغوا لهذا الاتفاق أغنعوا القوى العسكرية بأنها ستكون معفية من العدالة والمساءلة القانونية. ونحن نعيش في الغرب ونعلم أن الدول الغربية والمحكمة الجنائية الدولية وأمريكا لا تستطيع أن تحمي أي رئيس وأي مواطن سوداني بسيط من حقه أن يتقدم بقضية ضد من أجرم في حق الشعب السوداني. إذن جميع افتراضات خاطئة. الحكمة تدعي وتدعو وتطلب فكرة حوار السودانيين فيما بينهم للوصول إلى صيغة التوافق مفروضة من المجتمع السوداني وليس العالم الخارجي كما يحدث الآن عبر مندوب المنظومة الدولية فون كاربريتس وهذه السفراء والسفارات الذين يتجولون في الخرطوم بلا مساءلة كما كان يحدث في دول أخرى التي انفرض عقد الأمن فيها. نعم سيد خالد، هل يمكن القول أن هذا الاتفاق الإطاري سيمهد لاستقرار سياسي في السودان، وبالتالي نركز على هذه النقطة بالذات الالتفات إلى المشكلات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن السوداني؟ بكل تأكيد كما ذكرت لك في الإجابة السابقة أن الخلاف السياسي هو أساس حل المعضلات الاقتصادية، والاقتصاد نتاج لاستقرار سياسي. هذا الاستقرار السياسي سيتشظى وسيتوسع مساحاته وستتعمق قدم بتوقيع الاتفاق، لأن معظم القوى التي تعارض هي القوى التي لديها الامتدادات الجماهيرية والقواعد واللجان المقاومة وحركات التغيير الثورية، كلها ضد هذا الاتفاق. الذين سيوقعون هم مجموعة محدودة قلة من أشخاص يمثلون تيارات تشظت فيما بينها لكي يخلقوا هذه المعادلة السياسية الفاشلة، وبالتالي الاتفاق سيعمق الخلافات السياسية ويزيدها بدلا عن أن يحد من حجم الخلاف الذي هو ماثل الآن. واضح جدا الصحفي والكاتب السوداني سيد خالد العيسر، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من لندن. يلتحق بنا الآن عبر الهاتف الدكتور أمين إسماعيل المجذوب، خبير في إدارة الأزمات من الخرطوم. مرحبا أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا بك ومرحبا بكل السادة المشاهدين، وسعيد بالدعوة ومرحبا معكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. هل السودان أمام لحظة فارقة فعلا في مسار الانتقال الديمقراطي المستدام بناء على هذا الاتفاق الذي ينتظر أن يتم التوقيع عليه غدا الاثنين؟ أولا هذا الاتفاق وهذه التفاهمات هي نتاج لوساطات ومبادرات محلية وإقليمية ودولية، وبالتالي شعر الجميع بأن فعلا السودان في لحظة تاريخية مفصلية، أن تكون هنالك دولة أو لا تكون هنالك دولة. لذلك لو لاحظنا أنه العنصر الأساسي هو المكون العسكري الذي كان يحكم فترة العام الماضي بعد قرارات 25 أكتوبر، وبالتالي الجميع تنازلوا هنا وهناك، وارتضت قوى سياسية كبيرة جدا أنها تتفاوض وتجلس مع المكون العسكري للخروج ببرنامج على الأقل في الحد الأدنى يكون أساس لاتفاق سياسي يمهد لديمقراطية الحكم في السودان ومدنية الحكم ويمهد للوصول للانتخابات. لذلك هي لحظة فاصلة مفصلية تاريخية، أتمنى أنه تكلل بانضمام جميع القوى السياسية الرافضة الآن والموجودة تراغب على الرصيف. نعم. كسؤال آخر، هل السلطة المدنية، وأنت ذكرت الانتقال الديمقراطي التي ستقود المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات، قادرة على إدارة المرحلة؟ هي كسلطة مدنية شاركت في الثورة ولديها علاقات إقليمية ودولية قادرة إلى حد كبير بالعبور ببقية الفترة الانتقالية المتبقية وتنفيذ برنامجية، ولكن هنالك تحديات. واحدة من هذه التحديات هي القوى الآن المتربصة
بهذا الاتفاق باعتبار الرفض من أجل الرفض، هو صراع على كراسي السلطة وليس صراع على برنامج وليس صراع من أجل أهداف الثورة، هو صراع على السلطة. أيضا من التحديات مسألة الأحلاف الموجودة داخل السلطة السياسية اللي هي لديها خيارات صفرية، اللاءات الثلاثة لديها سعرات تاريخية مع القوات المسلحة، لديها أجندة خارجية. طيب. معلوم أنه السودان مستهدف في 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 مساحته، مستهدف في موقعه الجيوستراتيجي، لذلك أي محاولة لتكسير ما تبقى من الدولة السودانية هو مرفوض، والقوات المسلحة واضح جدا هذه مسؤوليتها التاريخية. واضح جدا دكتور أمين إسماعيل المجذوب، خبير في إدارة الأزمات، كنت معنا مباشرة من الخرطوم، نشكرك جزيل الشكر. أيضا الدكتور راشد محمد علي الشيخ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا أيضا من الخرطوم. ومن لندن نشكر الصحافي والكاتب السوداني خالد العيسر الذي كان معنا عبر الهاتف. شكرا لكم ضيوفي الأفاضل. مشاهدينا الأكارم، كان هذا ملفنا لنهار اليوم، نلقاكم غدا بحول الله في عدد جديد وملفات أخرى من نبض العالم. إلى اللقاء.